بوري بصوص البيستو، مقاديره كالتالي. في الحقيقه هو ده ممكن يتعمل بفيليه السمك سواء بوري او بولتي او ايا نوعه، او ممكن يتعمل بالسمك بالسمك الكامل. فانا بما انه في حلقات كتير قوي عملت فيها فيليه وجبت السمكيه وخليتها وكده، فانا النهارده هعمل السمكه كامله زي ما هي، وهقول لكم الفرق في الطعم هيكون ايه. معلقتين توم مفرومين ومعلقتين جبنه بارميزان، ممكن تستخدموا جبنه اخرى لو مش متاحه البارميزان، اي جبنه تكون حادقه وليها طعم تعتيق. معلقه لوز محمص، معلقه عصير ليمون، نص حزمه ريحان، نص كوبايه زيت زيتون مع الملح والفلفل الاسود بس. هي دي مقادير الوصفه دي، الوصفه دي سهله جدا بس طعمها حلو جدا. بصوا هعمل ايه، انا هاجي هنا. قولي قولي يا استاذه يسرا. هبتدي باللوز، هاخد اللوز هطحنه، اللوز يكون محمص علشان لما اجي اضربه في الكبه. هات يا ابو حميد، عشان لما اجي اضربه في الكبه، اهو انتوا شايفينه اهو جوه الكبه، عشان لما يجي يتضرب في الكبه يكون ناشف، ما يبقاش طري، فما يكتكتش، يبقى عامل زي الباودر كده، يبقى عامل زي البودره بعد ما يتضرب. يلا بينا هنعمل ايه، هنضرب هضرب اللوز. احنا وصفه البيستو دي، او استنوا لما اخلص ضرب بالسنوبر، زي فكره كده ان انا دلوقتي هعمل الوصفه دي وهستخدم فيها الجبنه البارميزان. انا ممكن استخدم جبنه اخرى لو ما عنديش الجبنه دي، هي دي النقطه، انه مش لازم، يعني مش لازم، في حاجات مش لازم نلتزم بيها بشكل تام. انا وديت البروسيسور هناك وانا عايزه اصلا. يلا بينا. بص بقى هعمل ايه، هجيب الريحان. طب انا ليه ما ضربتش، السؤال ده حلو، ليه انا ما ضربتش اللوز مع الريحان؟ ما انا كده كده هعمل معجون من اللوز والريحان والفلفل والثوم، لانه اللوز محتاج ان الكبه تبقى فاضيه وما تبقاش مبلوله، تبقى جافه عشان يطحن. لو حطيت اللوز مع الريحان هيبقى عندي مشكله. يلا هنعمل ايه، هاجي هنا اخد الثوم. يبقى انا دلوقتي حطيت الريحان، احمد جاب لكم اهو احنا بنعمل ايه، ومع الريحان حطيت الثوم وهحط الجبنه. حلو جدا. وبعدين هعمل ايه، هاجي هنا واروح قافل كده وافتح الفتحه اللي انا بصب منها. ينفع اللي انا بعمله ده يتعمل في الخلاط، لو انتم ما عندكوش كبه واسعه زي دي ينفع ده يتعمل في الخلاط. هضرب الريحان مع الثوم والجبنه، بس وانا بضرب هنزل بالزيت. يلا فاضل لي الملح والفلفل الاسود فقط، فهاخد رشه الملح الكافيه لتتبيل البيستو ده واحطها هنا. فلفل اسود نفس الكلام، وادي الضربه الاخيره وافتح ده واحط قدام حضراتكم هنا صوص البيستو اللي احنا جهزناه. يلا بينا، ده صوص عطري جدا معمول من الثوم ومن الريحان. متخيلين الريحه الحلوه بتاعت الثوم مع الريحان متبل بالملح والفلفل الاسود وعليه جبنه، هتدي له طعم تعتيق مع ثوم، هيزود كمان الريحه العطريه بتاعت المكونات المتعدده. نبعد كده عننا السردين ونجيب السمك ده عشان نحطه في الفرن قبل ما نطلع الفاصل. هنعمل ايه بقى دلوقتي، انا دلوقتي عندي سمكتين بوري. حلو، السمكتين دول هتبلهم بالبيستو واحطهم في الفرن، بس قبل ما ده يحصل لازم يتبلوا الاول بالملح والفلفل على الجنبين ومن بره ومن جوه، بعد كده نتبل باي حاجه تانيه احنا براحتنا، بس ما ينفعش السمك لازم يتعمل فيه كده. يلا تبل كده بفلفل اسود وملح جوه وبره في كل مكان. دلوقتي احنا جاهزين بقى ان احنا ناخد جزء من البيستو. هتلاحظوا ان انا هجيب معلقه نظيفه للبيستو وللوز المحمص، لاني مش هحط كل الخليط ده على السمك، او ده مش هيعتبر بس تتبيله، ده هيعتبر صوص بعد الطبخ. يعني ايه؟ يعني في جزء من الريحان صوص البيستو مع اللوز المحمص هيبقوا مع السمكه وهي في الفرن، وجزء اخر هيكونوا في انتظار السمكه وهي خارجه من الفرن علشان نحط عليهم الجزء الاخر ده من الصوص. طب هنعمل ايه؟ هاجي هنا هقرب مني بقى، ده كده اهو، معلش يا ابو حميد تعديت عليك.
يلا بينا. بص انا بحط هنا، انا بحط هنا البيستو جوه السمكه، شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ هيجيبه لكم احمد دلوقتي كده. بحط الريحان ده والثوم جوه السمكه، نرجعها كده. بعمل ايه؟ انا باخد من البيستو، من صوص الريحان بالثوم، وبحط جوه السمكه وما بضغطش، لان كده كده هو شبه سائل، فهو اصلا بيتحرك جوه السمكه كده وبينساب، مش محتاج اي ضغط عليه. واروح جاي هنا فاتح الخياشيم في الناحيتين، واروح جاي حاطط برضو من الصوص، واقلب الناحيه الثانيه، واروح حاطط جوه السمكه. يلا بينا. بصوا السمكه كده، انا هنا بقى في سمكه زي دي، خلي بالكوا انا مش محتاج افتح السمكه من هنا كده واقعد اشرط فيها بالسكينه والكلام ده كله، لا، كافي جدا النكهه اللي موجوده هنا، كافيه جدا ان هي تدي ريحه حلوه وطعم حلو جدا للسمكه. طيب انا هنا ما حطيتش اللوز، انا مش عايز احط اللوز اصلا بقى دلوقتي خالص، اللوز ده هيكون مع التقديم وهنشوف ده هيحصل ازاي. تعالوا بس هنولع الفرن ونخلي درجه حراره الفرن 170، وهنسيب السمك ده في الفرن لمده من 10 ل 12 دقيقه فقط. 10 12 دقيقه وقت كافي جدا لشوي السمك في الفرن. يلا بينا. والسمك تتحط، او السمك يتحط في النص في الفرن، يعني ولا تحت ولا فوق. يلا بينا.